هذاك الموضوع لان كيتعلق بالنق بالجمله النقل المدرسي الخصوصي، لان كاينه المساهمه ان موافق عليها ان صدق عليها المجلس صوتوا عليها بالاجماع، لان هي مسحوبه باتفاقيات الموقعه وتصدقت في اتفاقيات غير موقعه. الاتفاقيات اللي موقعه ما فيهاش المساهمه وصدق عليها المجلس بالاجماع، صدقوا على هذا على هذه المساهمه بالاجماع، وهي في اتفاقات اتفاقيات موقعه لان مسحوبه ما دخلاش، ودخلوها هما ودخلوها في المساهمه اللي مرفوضه من التوقيع، مسحوبه من التوقيع، ما عندهاش التوقيع. دابا دابا انت واحد من السكان المتضررين. انا كندير مستشار، مستشار جمعيه التعاون والتضامن. تعاون والتضامن. نعم. نعم، انتم هما جمعيه باش مكلفه بالنقل المدرسي. نعم. انتم كتسلموا. عندنا مؤازره، عندنا جامعات عندنا مؤازره، باش نهضروا على هذا على هذا على هذا هذا الموضوع. راك مؤازره. نعم. نعم، ودخلنا فيه. وبالنسبه للنقل المدرسي، بالنسبه للنقل المدرسي يعني كتقول انتم درتوا واحد الاتفاقيه اتفقتوا بان غادي يعني الاباء غادي يساهموا. لان الاتفاقية اللي بين الجهة، نعم، بين المبادرة وبين الجهة، نعم، هي مسحوبة من المساهمة، ما فيهاش المساهمة، ما فيهاش المساهمة، نعم. والاتفاقية اللي بين الجماعة اللي بين العمالة وبين الجماعة مسحوبة من الاتفاقية، نعم، اللي موقعين، نعم، والاتفاقية اللي مبلغة بالتوقيع اللي صادق عليها المجلس، صوت عليها المجلس بالإجماع، لأن هي ما فيهاش التوقيع، لأن هذيك فيها المساهمة. نعم فيها المساهمة، ولكن ما فيهاش التوقيع ديالكم. ما فيهاش التوقيع ديالهم هما، كما انهم اقترحوا لانهم اقترحوا المساهمة ما وقعوش عليها. عندنا احنا نعم فهمت؟ إذا بالنسبة لكم انتم الجمعية ديالكم كترفض هذه المساهمة ديال لأن هي ديال الآباء كترفضوها؟ كنرفضوها لأنها ما كايناش في اتفاقيات سواء الموقعة سواء في الجهة أو في أو في المبادرة أو في المبادرة أو في الوسام أو في القرار الذهبي، يعني وتعتبر بأن القرار اللي اتخذه المجلس يعني لاغي ماشي قانوني، يعني ماشي قانوني، وكيتخلصوا يعني من الناس وكيشبوهم هذيك الفلوس وكيشدوا من الناس بدون توصيل. نعم، وكيطلعوا لان الاتفاقيه اللي كاينه بين المجلس بين الجهه بين المبادره وبين الجهه، نعم استاذ، لان هذه فيها النقل العمومي، واتفاقيه اللي بين العماله وبين الجماعه لان فيها النقل العمومي، والمجلس صوت بالاقتراح حولوا للنقل الخصوصي بدون توقيع. كيطلعوا هاد النزيل هاد الساكنه كيطلعوهم في الفجير في الظلام، وكيطلعوهم لجماعات الساحل للمدرسه وكيلوحوهم تما وكيمشيو يخدموا للبريفي، لان هو ما كاينش في اتفاقيه، لان هذا باش تطلع عندنا هذه المراه الساكنه بنت الريحيين، نعم، كتشبر هي تعطيك بنتها في الظلام وتعطيك 90 درهم وما تعطيكش ما تعطيهاش التوصيل، وتطلع على بنتها في الفجر وتجيبها لها تال الظلام. المبادره ديالكم انتم قدمتوا شي شكايات في الموضوع؟ قدمنا شكايه ودينا اللقاء مع رئيس الجماعه ودينا اللقاء مع رئيس المقاطعه يا السلطات المحلية، ودابا الموضوع ديالنا راه في العمالة وباقي نتابعينه وغادي نتابعوه حتى ندخلوه المحكمة إدارية، لأن التوقيعات اللي موقعة مسحوبة من المساهمة، والتوقيع اللي مسحوب من والاتفاقية اللي مسحوبة من التوقيع اللي فيها المساهمة. نعم.